ونحن نستمع بانتباه إلى قصة محمد عرفنا أن أصعب ما حصل له في الشارع لم يكن التشرد ولا الجوع، بل كانت الكلمات الجارحة التي لم يبخل عليه بها ضعف النفوس. إيهان، أصعب شيء إنسان لو كان يكونش يسمع، كي يسمع قصتك ويهينك، أصعب شيء في حياتي. أنا ما صارت لي من كل أنحاء، لكن بتبرى من فرش ونرقد يجي واحد يخبط فيك، لكن دخلت قصدك ندخل العمارة باش نرقد، نرقد فقط صباح نوض نخرج، يجي ينوضك يحوزك مهما كان تقولوا يتيم يستعرف. يعني هو يقول مرة أخرى أنه يتيم. الحجة لو أنه يشاهد الحلقة الآن وش تقولي له؟ نكون حابين نلاقيكم ولكن هو ما جاش، وش تقولي له؟ بس كاكي مسامحاته. شوف، تسألني عجز على التفكير؟ الحول. يعني أنا أعتذر على هذا السؤال لأنه سؤال لا يطرح على أم بأي شكل من الأشكال. لا يمكن أبدا لأي إنسان على الأرض أن يجبر الأم على أن تواصل غضبها على ابنها، ولكن طف لو كان ندعيه ما يشوف شو شعر ربي، لو ما نسمحوش يشوف شو شعر ربي. أنا بيني هكا بيني وبين الله سمحاته مش ما يخسرش الدنيا والآخرة. أبا رحاشك ما كان حتاجة بيني، هو اللي جاب روحه لنفس الشيء، ضر روحه قبل ما يضر الناس وقبل ما يضرنا حنايا، ضر روحه. دوكا شكون يقدر هاو يقول من يتيم لا يقدر يتزوج؟ شكون يروح يوقف معاه؟ ها إذا يمرض شكون يهزو؟ سبحان الله الذي خلقه. قلتي لي انت في المولود كنت تحلفي عليه. والله جا مولود غير محمد، ماشي مولود. انا تمنيت كون مت وما جاش، ما عنديش ولديه صدقني واقسم لك بالله، تمنيت كنت ميته. حول ولا قوة إلا بالله. والحاج واش تقول له؟ أنا أقول له يا أختي أنا ما زلت نشوف خلقته، وربي ربي يسهل عليه، ربي يربح إن شاء الله، ربي هذاك ما يختني ما جاش يزور بساحتنا. هذا ما نقول أنا. أنت ما تقدرش الحاج. ها؟ ما تقدرش. أنا نقدر. بلاك أنا نقدر. أنا نقدر. أنا ديجا كي بدا يدير في السفر هذا وقعدت ما دبرش به. ما بدا في المشاكل في الدار ما دبرش به. لو كان يجي يطلب منك السماح، لو كان والو سماح خطره زوج ثلاثه اون سنتين دو فوا، مش كل وقت سماح. معليش، على ان تكون اخر مره يزيد يدير هذا الامر، لان التبهدله اللي داها دركا ما يقدرش يحملها، ما يقدرش يعيش بها، لازم ترد عليه. ما نعرف هذاك الوقت، ما نعرف والله ما نعرف. يعني ابن والد هو منا، احنا بولدنا اللحم تاعنا منا احنا، مي هو ما هناش راحو، هم الاخرين عايشين بيا، ما يديروا مشاكل، ما يديروا والو. والله ما نعرف، يعني اللي نقول ما نسمحلوش، مي ما نعرف، كنشوفوا في حاجه مهلوك ولا حاجه بلا. يعني رغم هذا الشيء ما وليدك يعني ما على بشر هذاك، لا فان بشي مو فيس.